مشاهدينا، أنا اسمي حسام دير الشهب، صحفي من تلفزيون النهار. المهمة تاعي هي جس نبض الشارع حول مترشحين اللي ترشحوا لرئاسية 2014، ومترشح تاع اليوم راح تكون لويزا حنون. تبعونا. تعرفها لويزا حنون؟ أعرفها. واش تقدر تعطينا انطباعك على هذه لويزا حنون؟ تما أنا مادا بيا ما تحكمناش مرة، خطاش بزاف مشاكل مصارين في البلدان من هنا جا هاد العفايس. قالت لك بلي شغل اللي دير دوكا الخمار ماشي متحضرة. هذيك شغل ماشي ثقافة كاع، زعما كانت شادة ثقافة، ثقافة، ثقافة. هي المرة ما يجوزلهاش تدخل في الحكم ومنها. خاطر الحكم تاعنا حكم شرعي لازم يحكم راجل. كاش تحب تزيد تحكمها مرة تزيد تكمل عليها. احنا دولة عربية ومسلمة، كاع كونطر أنهم مرة تحكم دولة عربية. مش امبورت كي رجال ما يبغوهاش. مليحة هي. إن شاء الله تديها صالح. هي مليحة مليحة. بصح دونونسومبل ما مانيش فاهم والو. ان شاء الله تديها وينحيو لنا الاخرين. انا لا ارى المراه انها تكون تحكم في الرئاسه، لان المراه في البيت ماشي بالداخل الشارع. مؤهله وقاريه ولبس بها وما يخصها والو. ان شاء الله والله الوزع احنا نحسبها كراجل كيف كيف. هذه كيفاش؟ كراجل. رئيس الجمهوريه صعيب بزاف. مستوى تكون عالية، هي ماهيش مستوى عالية سامحوني. ولا كيما اللي قبلها انا ندير وكذا ومن بعد ما بانوا والو داو الدراهم وخلاو الزاوية اللي طفيه هكاك ما نسحقوهاش يا خويا، تزيد الحقوق للنساء ما درنا والو يا خويا. يعني هي ترشحت زوج خطاات من قبل وما توفقت. ما توفقتش ده في نورمال في بلادنا، جاب لي ربي ما يتوفقوش كامل. وين بالي ولا شنو ما فا شو سي با كيف كيف سي لا ميم شوز. ويزا حنون ولا بوتفليقه ولا بنفليس بلوتو باردون بنفليس اون با انكور فيو الا الا باسي كوم اي لي باسي كوم شيف دي غوفرنمون دونك مازال ما على بالناش. كي ترشحت لويزا حنون لرئاسه 2014 تشد الكوزينه والله غير كوزينة حبيب. علاش؟ كوزينة يا خو تعلم طيب قبل في الدار وتقوم بولادها من بعد تقوم بينا احنا. أنا لو كان تديها لويزا حنون بالك تزيد تولي كارثة أكثر كاع بالك والله العظيم باسكو ما كاين والو. لويزا حنون سلالك دم خاطينا. ما تعرفهاش لويزا حنون؟ ما نعرفهاش. يا والله غا يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه مليح. بلاد 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 ولا حكمتها امرأة. ما قعدش. السلام عليكم. Pour une femme, la présidence, c'est pas. C'est pas, يعني, ماهيش في المستوى. ماشي مؤهلة باش تحكم الجزائر. ماهيش في المستوى أبدا أبدا. راهي بعيدة. تسقم تسقم البلاد صاحبي هذا ما كان. فيما يخص. سرقة. هاي سرقة هذه. سرقة دايرة حالها. اون بلاص يعني باش أنا نورمالمون 2014 فوغوش في الطريق ماشي ضد أنا دايما. ترشح لويزا حنون ما عندهم ما يزيد ما ينقص في البلاد، واحد ما هو سامع بهم حاجة باينة هادي، ومالقي كنت شد البلاد ماهيش حتسقمها، كاع يهضر ويقول لك نسقم واحد ما حيسقمها. لويزا حنون خو والله ما نعرفها يا خو. والله ما نعرفها لويزا حنون. ما بالهمش هما كيفاش انا عايشين، الحفرة في طريق تقول قبض خو، تقول تحت في قبض ما تحطش في حفرة، والله غير هذا هو رايي. يترشح أي راجل نورمال بصح مرة. علي خلاص سي با سا خو. ترشح انت يا اخو ما ترشحش هي. تسمى لو كان تسقم لنا البلاد ونعيشوا انتك ما توليش الحقره ما توليش حنا ولات حومتنا كاع ياكلوا الكاشيت كيف وزت لاك لو كان شغل تلقى عفسه لي جان هكذا ما على باليش انا باش اوكيبي روحهم تنافيغي لهم خدمه هكذا معليش. كيما كي كان تجري طوموبيل كنت نقيه وكي حبس راسي يدخل داخل طوموبيل. بالكش ما تعاوننا في كاش خدمه وين تعرف تمارك مؤيد لويزا حنون. ايوا لا ما تأيدهاش وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. بالك لويزا حنون هذه عامها هادو الكبار هادو اللي عندهم تما مده طويله فاهم ماذا بينا يريحوا يعطيونا الخبره تاعهم ويخليوا الشباب يحكم. خويا العزيز اخو من حقها ترشح
صحنا ما دابينا بوتفليقه عليا ما نحباش نطلعها ما نحباش ما نحباش نطلعها شكون تحب علاش علاش ما تحبهاش ما نحباش نطلعها بقى مليح نحبه شكون بوتفليقه بقى عقل زحنو ابولا اه ابولا زحنو زحنون مراه يا اخو كل حاجه في بلاصتها نسى في بلاصتهم ورجال في بلاصتهم إيه صح ما يجوزلاش في الدين ما يجوزلاش تحكمنا اه كل مليحه خم الراجل ويزحنون تحكم خم الراجل يا اخو خم الراجل خم الراجل خم الراجل ويزحنون مراه ونص تحكم يا صاحبي يعني راهي اهله باش تحكم الجزائر ويزحنون سهل مقعد انا الويزحنون بالنسبه لي مراه نمثلها بميركل مرأة حديدية مرأة سواء مرأة أو رجل رانا مع رجال وش دارو دارو والو وكان ينتسب مرأة فأحلى آخر من رجل والله اللي عندك الحق أسي الناس كل راهم يشخروا من الخرافة نتاع الفستاية ذا اللي تعطينا السكنة بالك حنون تعطينا الخدمة بالك حنون هذه تعطينا مانيش عارف أنا تدير مناصب شغل للشباب تدير تفتح مجالات الشباب تفتح الشغل تفتح تنحى البطالة هذه تنحى أزمة السكن هذه اللي رانا عايشين فيها هذه شكي وعدي نطلبوا ربي تديها ويزا حنون خلاص.